مشاهدينا نعاود نرحب بكل من انضم والتحق بنا في هذا الصباح. موضوع الموالي راح نتحدث من خلاله عن تصنيع الدواء بالجزائر اللي صار فيه فوائد كبيره. بعض الادويه كانت ترهق كاهل العديد من الامراض من المرضى بالامراض المزمنه، وهناك العديد والكثير من الامراض التي لم تلقى علاج، لكن بفضل الدواء الجزائري صنع المحلي قدرت انه تلقى نتائج رائعة جدا، لحقت إلى الشفاء الكلي. راح نتحدث عن بالأخص عن التهاب الكبد من نوع جيم، ونستعد باستضافة المكلفة بالإعلام لدى الجمعية الوطنية لمساعدة مرضى التهاب الكبد الفيروسي واللي تابعة إلى شبكة الأمراض المزمنة. نرحب بمسعودة ثورية، مرحبا بك نورتينا. الله يسلمك، مرحبا بك، شرف لي بحضوري معكم. شرفتينا. أول شيء خلينا نتعرفوا على الجمعية ككل، وش هو الدور نتاعها خصوصا في مسيرة المرضى بالتهاب الكبد الفيروسي. الجمعية هي جمعية وطنية تأسست سنة 2003، عندها 25 مكتب وطني، يعني متواجدين في 25 ولاية، مكاتب قارة برؤساء مكاتب، كل شخص عنده مهمة معينة في المكتب. هذه الجمعية تعمل على عدة محاور، الهدف الأول تاعنا هو التحسيس والتوعية بهذا المرض، طرق انتقاله، وعندنا المحور الثاني اللي هو التكفل بالمرضى وتحسين نوعية التكفل بالمرضى. فيما يخص التشخيص والتحسيس والتوعية، عندنا مثلا نقوم بحملات على المستوى الوطني في جميع الولايات، وين توزع مطويات ومنشورات والديزافيش معلقات على بالنسبة للجمهور، يطلعوا على طرق انتقال المرض. لازم نعرفوا جيدا بلي هذا المرض اللي هو التهاب الكبد الفيروسي من نوع جيم ينتقل عن طريق الدم، يعني اي وسيله ملوثه بدم فيه فيروس من نوع جيم يعني تقدر تادي شخص سليم راح يولي هو ايضا مصاب، راح يحمل الفيروس. يعني الادهى من هذا انه الشخص المصاب بالفيروس الحامل للفيروس ما يقدرش يعرف انه حامل الفيروس، لانه ما تظهرش عليه غالبيه الحالات، ما عندهاش اعراض. لهذا الحل الوحيد اللي في حملات التحسيس والتوعيه ان نقول للناس ديروا التشخيص الذاتي المبكر. التشخيص الذاتي المبكر هو عن طريق فحص الدم في مراكز مخصصه، يعني تخصصها الدوله للقيام بفحص الدم، يعني مراكز لنفس المراكز اللي تقوم بها تحاليل تاع السيده، هي نفس المراكز اللي تقوم بتحاليل تاع ليباتيت سي ولا ليباتيت بي، والناس تقوم بالفحص التطوعي التلقائي، يعني اون انونيما، يعني مجهول الهوية، يدير الفحص مجهول الهوية بدون اسم، حتى وين يكون حامل إذا كانت النتيجة إيجابية يتم اتصال بالمريض ويتم توجيهه للمركز المختص في العلاج. لهالدرجة فيه خطورة، يعني أنه يكون فيه تحفظ على المرض وغيره؟ يعني من حق المريض أنه نضمنه السرية التامة لحياته الشخصية، يعني هذه عندها علاقة بالمجتمع ديالنا، لأنه في المجتمع ديالنا مازال ما يتقبلش هذه الأمراض المتنقلة عن طريق الدم، لأنه دائما يروح بالبال تاع الشخص أنه سيدة، وأنه طريقة التنقل تاعو نفس طريقة تنقل سيدة، كهو ماشي نفس طريقة تنقل سيدة، هو عن طريق تنقل الدم فقط، عن طريق الدم الملوث. إذا كان أصاب جسم تاع إنسان سليم راح يصبح هو أيضا مصاب بهذا الفيروس. هذا الفيروس يأثر على الكبد بما أنه تسميته يأثر على الكبد، هذا الفيروس يمشي في الدم ويأثر على الكبد فقط، يأثر على وظيفة الكبد لتوصل في بعض الأحيان إلى تشمع الكبد وسرطان الكبد. لكن الحمد لله انه البشره اللي عندنا كاين تطور، طفره علاجيه كبيره في الجزائر في مستوى علاج والتكفل بمرضى التهاب الكبد، لانه في السابق كان العلاج مكلف جدا بالنسبه للدوله، لانه علاش نقولوا الدوله ماشي للمريض؟ لان المريض يستفاد من الدواء مجانا، لان الدوله تضمن مجانيه العلاج صحيح. ويقدم هذا الدواء في المستشفيات، لكن كانت عنده اعراض جانبيه ثقيله جدا تذهب بالمريض الى حد محاوله الانتحار. كان عنده اعراض جانبيه، يعني هو كان عنده اعراض شبه الاعراض تاع الشيميوثيرابي، كانت تسبب في تساقط الشعر، غثيان، يعني نفس اعراض هذيك، زائد اعراض عصبيه، يعني يطلب مرافقه عند طبيب مختص في امراض الاعصاب للمريض اللي يكون يعالج بامراض بالدواء الخاص بالتهاب الكبد نوع جيم. لكن الدواء اللي دارته الجزائر اللي طورته مخابر جزائريه بايدي جزائريه يضمن انه ما كانش اثر جانبية، تقريبا 0% آثار جانبية، وهو عبارة عن أقراص، هي مدة 3 أشهر يبرأ المريض تماما. أوه. يتخلص الجسم من الفيروس في مدة 3 أشهر كأنه حمى عادية، والدواء هو عبارة عن قرص في اليوم، يأخذ قرص واحد في اليوم لمدة 3 أشهر ويبرأ تماما.
والدواء راه متواجد في الاسواق؟ الدواء متواجد في الاسواق في الصيدليه المركزيه للمستشفيات، والمستشفيات تقوم بتوجيه طلبات الى الصيدليه المركزيه للمستشفيات اللي هي تمونها بهذا. ومن وقتش استفاد المريض بمرض التهاب الكبد الفيروسي نوع جيم بهذا الدواء؟ هي في 2015 بدا التسويق تاعو في الجزائر، في 2015 تحصلوا على شهاده التسويق في الجزائر وبدا يمشي في المستشفيات، وفي كل مره كاين تطور في هذا، يعني حتى الجيل في هذا الدواء في حد ذاته كاين عده أجيال. يعني الآن رانا لاحقين في الجيل الأخير اللي هو السوفوس داكلا، يعني حتى يعالج لسي جينوتيب، الأنواع الستة من التهاب الكبد الفيروسي من نوع جيم، حتى الأنواع الستة يعالجها. يعني المريض ديجا يكلفوا هذا كان الدواء القديم يتسبب له انه يدير دابور الجينوتيباج، يدير لا بي سي ار الشحنه الفيروسيه باش يبدا في العلاج تاعو، ويدير كل شهر ومن بعدك بعد ثلاث اشهر، بعدك بعد ثلاث اشهر من العلاج. ارهاق نفسي، ارهاق نفسي جسدي، يعني للدوله وللمريض. الان يكفيه انه يدير لا بي سي ار تاعو الشحنه الفيروسيه فقط، ويتلقى العلاج اللي هو سوفوس داكلا اللي يعالج حتى بدايه السرطان ديبيو سيروز يعالجها. يعني حتى المريض نفسيا ياخذ حبه دواء عنده قبل تلقي العلاج يدير هذيك الشحنه الفيروسيه، وبعد العلاج يدير الشحنه الفيروسيه ويتاكد انه شفيها تماما. طيب بما انه صار فيه علاج كلي وقضاء نهائي على هذا المرض، وعلاش مازال مدرج ضمن شبكه الامراض المزمنه التي تلازم الفرد وحياته؟ يبقى التهاب الكبد الفيروسي مضمن ضمن الامراض المزمنه، لانه قلت لك كاين حالات هذا المرض ما عندوش اعراض، كاين حالات اللي تروح بها حتى تليف الكبد، تشمع الكبد، سرطان الكبد، يعني تبقى يدخل ضمن قائمه الامراض المزمنه. السرطان الان اصبح مرض مزمن، وبما انه شخص يولي حامل لسرطان مصاب سرطان الكبد خلاص دخل في قائمه الامراض المزمنه. وايضا كاين الالتهاب الكبدي من نوع با اللي هو يتنقل عن طريق الدم وحتى عن طريق سوائل الجسم الاخرى، عن طريق اللعاب، عن طريق امور سوائل الجسم الاخرى، هو عبارة عن مرض مزمن، لأنه 80% من الحالات المصابة الجسم يتخلص تلقائيا من الفيروس، ما يحتاج إلى علاج. في النوع با ما يحتاج إلى علاج، 20% الباقية تولي مزمنة، تتلقى العلاج مدى الحياة، تبقى حاملة الفيروس مدى الحياة، حتى أنها لو برات ما تصبحش مريضة لكن تبقى حاملة للفيروس. أوكي، وهل من متابعة ومرافقة من قبل الجمعية الوطنية لمساعدة مرضى التهاب الكبد الفيروسي الأشخاص المصابين؟ لأنه نفسية المريض الكل يعلم أنه الشخص لما يصاب بمرض ضرس فقط ولا ألم صداع بالرأس نفسيته تولي منهارة، ما بالك شخص مصاب بأمراض مزمنة؟ هل دوركم يقتصر فقط على التحسيس والتوعية أم فيه مرافقة ومتابعة؟ أكيد مرافقة، حنا المرافقة تبدأ من يوم التحسيس والتوعية. مثلا يجيك إنسان اليوم تحسيسي وتوعوي ما على بالوش أصلا وشنو هو هذا المرض، راح ياخذ معلومات على طرق المرض. حنا عندنا اولا واحد، حنا ان كيستيونير، واحد استمارة فيها أسئلة. اذا كان الانسان جاوب بنعم واحد فقط على هذيك الاستماره، هذا الامر يستدعي انه يروح يقوم بالفحص التلقائي. يعني حنا شكون فينا اللي ما عمره ما راح لطبيب الاسنان؟ لكن وش نوع الاسئله؟ وش نوع الاسئله مثلا؟ هل قمت مثلا بزياره طبيب الاسنان؟ اوكي، هل قمت مثلا عمليه غسل الكلى؟ هل تلقيت يعني دم، استقبلت الدم اثر عمليه جراحيه كبيره؟ هذا الدم قبل سنه 95، لانه قبل سنه 95 الدم ما كانش مراقب في الجزائر، بعد 95 الدم مراقب الحمد لله. اي شخص يجي يدير تبرع بالدم يديروا له تحاليل قبل، يطمئنوا هما على صحته اولا قبل ما ينحوا له هذاك الدم. يعني هذه الناحيه انا الحجامه هذه الامور. اسمحي لي نعاودوا نرجعوا لنقطه الدم قبل 95، يعني يمكن انه الشخص اللي يكون تلقى دم قبل 95 انه يظهر المرض في هذا العصر وفي هذا السنه؟ اكيد اكيد، اذا كان شخص في عمره سنه ولا يعني حتى شخص كان في عمره 20 سنه في سنه 95 ودار عمليه جراحيه قبل، يعني 95 ودار عمليه جراحيه، الان راهو عايش يقدر يكون تلقى هذاك الفيروس وما فاقش. يعني لازم عليه يروح يدير الفحص التلقائي. الفحص التلقائي واجب، يعني ماشي حاجة صعبة، يعني هو شوية دم قطرة دم ينحوها له يعيروا يعرفوا إذا كان حامل الفيروس أو لا. أوكي. إذا كان حامل الفيروس الدولة تتكفل 100% بالمريض، حتى وإن كان الدواء هذا يكلف في خزينة الدولة ويتو، لكن هذا يمشي في حق مجانية العلاج للجزائريين.
برافو، هذا الشيء يحسب لنا احنا كجزائريين. هل من ندوات ربما تشاركوا من خلالها من اجل افاده المجتمع الجزائري ككل بهذا المرض، ولا الانشطه فقط اللي تقوموا بها كجمعيه وطنيه لمساعده مرضى التهاب الكبد الفيروسي تخص الا الايام والاعياد الوطنيه الخاصه بهذا اليوم؟ لا لا لا، العمل تاعنا ما يتوقفش على اليوم الوطني اللي هو في 12 جانفي واليوم العالمي اللي هو في 28 جويليا. هذه الايام غالبية اليوم العالمي تحييه الجمعية الوطنية بالتعاون وتحت إشراف ووصاية وزارة الصحة، وفي بعض الأحيان عندنا حتى الرعاية السامية لرئاسة الجمهورية في إحياء هذا اليوم. أما اليوم الوطني اللي نحييوه تاني حنا مالفين نديروه، كنا في بعض الأحيان نديروه أيام دراسية علمية في قاعات مغلقة دون دي زونفي تياتر، وين يحضروا أخصائيين ولا أطباء وممرضين فقط وطلبة. لكن في السنوات الأخيرة خرجنا على المألوف، بدينا نخرجوا إلى الشارع، يعني أيامنا تكون جوارية تحسيسية جوارية. حتى وين مشينا حتى خرجنا على توزيع المطويات واسمه لو بي تو بي مع المواطن، يعني نهدر مع المواطن ونحكي له كيفاش ينتقل المرض، ولا من ساحة العمومية كان عندنا في ساحة أول ماي، في ساحة البريد المركزي، في مترو الجزائر، في مستوى محطة تافورة، محطة حي البدر. يعني رانا نخططوا أيضا باش نكون عندنا يوم آخر في محطة ساحة الشهداء. يعني لكن هاد الأعوام الأخيرة دخلنا حتى الفحوصات السريعة، لي تيست رابيد تاع ليباتيت سي، التهاب الكبد من النوع جيم، كاين فحوصات سريعه اللي يعني بقطره دم صغيره يحطوها في هذاك لو تيست، كاين المفاعل هذاك لو رياكتيف نقطه صغيره، بعد 20 دقيقه تظهر النتيجه اذا كان الشخص حامل الفيروس او لا، او اذا كان حتى كان عنده ولو كان في يوم من الايام كونتاكت برك مع هذاك الفيروس يظهر في هذا لي تيست. والتحاليل تجرى دوريا ولا شحال المده بين تحليل وتحليل اخر؟ التحاليل اللي تاع الفحص التلقائي، لا لا لا، اذا كان الشخص اذا دار التحليل تاعو المره الاولى، زعما مثلا يديروا اليوم وتخرج النتيجه ويقولوا له انت غير حامل الفيروس، الحمد لله يقدر كل سنه يعاود يدير تحليل. لانه معرض دائما للعوامل المسببه لهذا المرض. قلت لك مثلا زياره الحلاق، كاين بعض الحلاقين حلاقات الحلاق، يعني نهضر كيقول الحلاق اون جينيرال، ما ينظفوش ما يعقموش الادوات تاعهم، وهاد الادوات اذا كان استعملتها من شخص لشخص، اذا كان شخص مصاب واستعملها لشخص سليم ما راح نعديه. مثلا دوكا لي بيرسينغ، لو تاتواج، هاد الامور اللي عندها كنا بكري نهضروا على الحجامه، نقولوا الحجامه والطب الشعبي اللي يقطعوا ايتو، دوك ميم حتى الامور لا مود راح يتاثر. بكري كنا نقولوا شيوخه ولا عجايز هما لي مور دكتور، لكن الان حتى الشباب لو بيرسينغ والتاتواج احنا نشوفوا حتى يعرضوا خدماتهم على الفيسبوك، وكامل هما ناس عندهم ادوات يعمل في داره، يعيط لك في التليفون دون اعتماد دون رقابه. صح. هنا وين حنا نطلبوا من وزاره التجاره على الاقل تراقب هاد الاشخاص. صح. الرقابه ما على باليش يعني الان كيفاش راح تكون، لانهم ينشطوا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي. عالم افتراضي يدخل الواقع افتراضي بكل سلبيات. كيفاش راح مثلا دوك انا الحلاق ولا الصالون دو بوتي عنده اغريمون، عنده اعتماد، عنده سجل تجاري، يجيه مصالح الرقابه عندها كيفاش تراقبه. لكن هذا الانسان اللي يخدم عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي يقدر هو راهو ينظف يعقم ادواته، صح، ما على بالناش كيما كاين واحد اخر اللي ما راهوش يعقم. صح. هاد الخدمات يعرضها لك على البيت وباسعار خياليه تنافس حتى صالونات التجميل. صح. تقدر تجيب لك ان انا نشري الجمال بسعر منخفض، لكن راح نشري المرض بباهي الثمن. ثريا، علاش ما نسمعوش عليه بزاف هذا المرض، مرض التهاب الكبد الفيروسي؟ يعني حتى من الناحيه الاعلاميه ما فيش تسليط ضوء على هذا الحال، هذا المرض وهذا الفيروس. ده احنا يا الوجه الدعوه للاعلام وزملائنا. لا لا، احنا حتى في المجتمع الجزائري المجتمع ربما يرفض، لانه يبقى توجور دي تابو. قلت لك الناس تشوف الامراض اللي تجي عن طريق الدم كانها تابوهات، يشوفوها توجور عندها علاقه بالسيده ولا شيء من هذا القبيل. لكن احنا نعرفوا ناس اللي مرضوا لما يعني هما ما عندهمش اي علاقه بهذا المجال، يعني خطا مهني، خطا مهني تقدم تم اخباري راك تاخذ الدم هذاك تحللو يكون عندك ديجا بور دونتري جرح مفتوح، وتقيس هذاك الدم الملوث في الجرح ديالك راك قضي عليك. سي بون، بكري كنا نقولوا قضي عليك، لكن الحمد لله كاين دواء جزائري. لكن هذا لا يعني انك انت كانت عندك يعني احتكاك بمصادر اخرى لهذا المرض. الدواء الجزائري هذا صار تسويقه خارج الوطن، حدود الوطن؟ الدواء الجزائري هذا يعني ما على باليش يدير ويصدر، هذه امور داخليه خاصه بالمخبر،
لكن على حد اصدقنا احنا واش تتلقى الجمعيه يعني طلبات من مرضى اخرين في العالم العربي وفي العالم في اوروبا يعني في فرنسا يقولون يا ريت تبعثوا لنا هذا الدواء، يا ريت تبعثوا لنا يعني دعوه باش نجوا نعالجوا في الجزائر، لانه قلت لك الدواء هذا المريض يبرى ثلاث شهور بطريقه نهائيه، وثانيا يعني الدوله تمدوا مجانا. ما عندكش فكره على مخترع هذا الدواء ولا لا هو ماشي مخترع، يعني هو التطوير، هو دواء جانيس. اوكي. سيت ان جينيريك، هو جينيريك تاع الدواء الاصلي اللي كان يكلفنا اموال كبيره، لكن الجزائريين طوروه. شركة صيدال. لا هو مخبر بيكار، مخبر جزائري. اوكي، مخبر جزائري. مخبر جزائري يعني مخبر بريفي ماشي ايتاتيك، لكن ناجح 100% والجزائريين هما اللي طوروه. برافو علينا احنا كجزائريين. احنا نفتخروا بالجزائريين. هذه اضافه لريبرتوار العطاء الجزائري والاجتهاد والتطور ايضا، واكيد ان الجمعيه الوطنيه لمساعده مرضى التهاب الكبد الفيروسي هي ايضا اضافه لكل حركه المجتمع المدني التي تفيد من خلال كل الانشطه التي تفيد بها العديد والكثير من المرضى. نتمنى الشفاء العاجل لكل مرضانا بالمستشفيات. شكرا لك، نورتينا. ثريا مسعوده مكلفه بالاعلام لدى الجمعيه الوطنيه لمساعده مرضى التهاب الكبد الفيروسي.